النجمة الجميلة المبدعة هالة صدقي، نورتينا النهاردة في الإمارات ونورتينا على شاشة قناة القاهرة والناس. ميرسي، وأنا من أحب القنوات ليا القاهرة والناس. على فكرة أنا مش هقولك الملكة صفصف زي الكل، لأن أنت كل الأدوار اللي بتعمليها من يعني زمان جدا كلها إبداع، مش جديد عليكي الإبداع والتألق اللي إحنا شفناه في الملكة صفصف. الحمد لله، بس صفصف اللي استحوذت على قلوب القارة كلها. الحمد لله. يمكن شفناكي نزلتي بوست على انستجرام وإن في تكريم ليكي هنا في الإمارات، وكنتي سعيدة جدا وممتنة للتكريم، لكن في نفس الوقت عبرتي إن التكريم ده جايلك في وسط ظروف صعبة. إحنا حابين نطمن عليكي. كان بسبب الأحداث اللي إحنا بنمر بيها، أحداث فلسطين الحقيقة أنا تأثرت بيها جدا. سمعنا أقاويل كتير جامدة جدا على السوشيال ميديا بعد نجاح الجزء الأول من جعفر العمدة والملكة صفصف، إن في جزء تاني ده، قالوا رمضان الجاي، رمضان اللي أبوه. إحنا عايزين نعرف إيه الحقيقة، هل في رمضان ده؟ لا، رمضان ده لا مفيش، ولو في الله أعلم يبقى السنة الجاية، واحتمال ما يبقاش فيه خالص. كان في أقاويل بتقول إن محمد رمضان في حاجات من أحمد زكي، أنت بقى مثلتي مع الاثنين، أنت شايفة إيه؟ محمد رمضان حاجة وأحمد زكي حاجة تانية، حرام إن إحنا نقارن تاريخ كبير وقديم ومليون نوعية لشاب لسه بيعمل أفلام جديدة. لسه محمد لسه ما عملش كل الألوان، محمد لسه الدنيا مفتوحة له، ما ينفعش إن إحنا نقارن أحمد زكي بأي حد. محمد أنا بحبه على المستوى الشخصي جدا، وبحبه على المستوى الفني جدا جدا، وانه شاب في سنه يقدر يحقق الجماهيريه والنجاح ده وهو لسه في السن ده، ده شيء عظيم. احمد زكي تعب سنين طويله علشان يبتدي يعمل جماهيريه او يبتدي تعب. ما ينفعش نقارن حد بحد خالص، ده مدرسه وده مدرسه، يمكن فيهم اللون الشاب المصري ده اللي هم قريبين فيه، لكن ده مدرسه وده مدرسه تانية خالص.